أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، إليكم تفاصيل أخبار الآن. حرصت الفنانة المغربية حنان إبراهيمي على توجيه رسالة لوالدها الراحل بعد مرور سنة على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات. ونشرت الفنانة المغربية صورة والدها بموقع انستغرام مرفوقة بتدوينة مطولة جاءت كالتالي: في مثل هذا اليوم وهذه الساعة توفي والدي الحبيب، مرت سنة كأنها أعوام ثقيلة، هي الأيام بدونك يا أبي. وواصلت تدوينتها: انكسر ظهري وسكنني حزن مهما تجاهلته، يوقدني في أعماق الليل ليسيل دموعا ساخنة على خدي، فتبدأ رحلة الذكريات التي كانت جميلة فأصبحت أليمة. وأضافت: لم يعد أحد ينتظر الرجوع مساء من العمل أمام باب البيت، لا زال ذاك الكرسي شاغرا، كلما رأيته انتابتني رغبة بعناقه كأنه جالس عليه. اشتقت إليك أبي الحبيب، أنت في مكان أجمل بالتأكيد، سنلتقي ذات يوم، اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناته يا رب العالمين.